هيا بقى وجوزني هنودة. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عم انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهة. الهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن ديران واحد. الديران هنا بخمسة وعشرين جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوه. ولكني أعدك. أيوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة بيبيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة، سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. ايوه طب حلو ده. المهم انت في النهايه انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سالتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجه توافق. هي موافقه؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما سمعوني بقى زرغوط. بسم الله ما شاء الله، قلبي انشرح وقلت لازم استأنف. بقى انت صليت الاستخاره والقاضي بسك من قرطك وقال لك يلا يا رامي، خش يا رامي اكسب القضيه على طول. ايوه في حاجات تانية حصلت في الحلم بس مش هينفع احكيها لانها كرامات للبني ادم. مال الاستخاره ومال الاستئناف؟ مالهم؟ مالهم الاثنين دول ببعض؟ يا شيخ رامي، الاستئناف بيبقى خلاص في حكم الفرد بالنسبه اللي اتقبض عليه واتسجن ظلم زي الست قطاطه. لا اسمحي لي، الاستخاره دي في اي فعل يقدم عليه البني ادم من حقه ان يصلي استخاره، وبعدين انت بتحبطي من ادائي ليه كده؟ اتفضلي اتفضلي شوف انا عملت ايه. اسمعي، من حق من يتم الحكم عليه في جنحة نصر أن يتقدم بطلب لمأمور السجن المحبوس به لتمكينه من الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام. معناه إيه الكلام ده؟ كنت بتسألني معناه إيه؟ لا أنا بستشهد، يعني معناه إيه الكلام ده؟ أجاوب أنا بقول لك معناه الكلام ده إن إحنا من حقنا نستأنف في القضية يا ست سنية. أيوه أنا فهمت، وأنا العظيم فهمت يا شيخ رامي، قصدي يا أستاذ رامي. فهمت إن ربنا يعوض علينا براءة الست قطاطة، وحسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ فيك. ليه بس؟ لأن العشر أيام عدوا أول إمبارح. شفتي؟ يعني أنت لو كنت جيتي أول إمبارح كنا استأنفنا القضية، لكن كل حاجة رامي رامي رامي. ما تبصي لتصرفاتك يا سنية. تصرفات إيه؟ هو مش أنت القاضي وده شغلك؟ أنا قاضي إيه؟ أنا المحامي وده شغلي. أنا آسف يا جماعة، مفيش حاجة مفيش حاجة. خلاص خلاص يا ست سنية، أدام أنت شايفة كده أنا أقعد مع نفسي. وهستأذن. والقهوة ما شربتهاش، راجع نفسك يا سنية هانم. ست قطاطة، ست قطاطة، انت يا ست قطاطة. ايه الراجل صاحب ميتها؟ انت مش صاحب ميتها؟ عايزة ايه؟ قومي وفوقي كده وطرطقي ودانك واسمعي على اللي هقولهولك واللي شفته واللي سمعته. يا لهوي ايه ده حصل يا رزق؟ شفت محصورة وقاضية وشوية الدلاديل بتوعهم عمالين بيتودودوا في السر، وقالوا ايه؟ قالوا سلامات كلها يومين وتشرف على هنا. سلامات؟ ايوه. وانت يعني جاي 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 تبلغيني تبلغيني خبر حلو؟ كانك بتفرحيني بفرح بنت اختي. يا لهوي من هنا يا الله ارجعك يا جماعه. اصبري لما اكمل لك اللي عندي. كملي ايه؟ كملي. قالوا ان سلامات جايه وناويه على الشر لوحدها هنا في قلب السجن، ومش هيعدي يومين يا تكون انتحرت يا اتجننت. جينا بيلخبطك ويلخبط اللي جايبيني كده مش من هنا. الله، وانت زعلانه ليه؟ مش انت بتقولي عليا ان انا هتجنن اهو. الله، مش انت اللي عليكي القصد والنيه، هما كانوا قاصدين المعلمه ام ياسر. ام ياسر؟ ايوه.
يا اختي ده موضوع جديد ده. شفتي؟ واحدة غيرك كانت تبوس ايديا بدل ما انت عمالة تقتتيني كده. نريحك عليا يا اختي، حرك عليا زيك يا بوسم. يا زلمة دي كان بيمشي امشي وقعت قلبي ولا تعال تعال اسمعين. ايه؟ تعال دكتور. يا عباس مش كده ابدا، ما يصحش. عيب، انا ما عنديش وقت، مش فاضي. مش فاضي انت بتعمل حاجه؟ فهمني بس دلوقتي ايه، انا عايزك تركز معايا قوي. اعتبر ان ده مثلا كشف مستعك، كشف خصوص، كفت طلباتك وجابه. عايز ساقعه، حاجه سخنه، عايز بيبسي، شاي، قهوه، سجاير، شيش، اي حاجه في الدنيا. المهم ما تتنقلش من قدام المنظور ده. انا عايزك تراقب قطاطه في كل حركه بتقولها، وعايزك تسمع كويس قوي الحواديت اللي بتقولها اللميس والاثار السلبيه التي قد تكون في هذه الحكايه على البت لميس. فاهم يا عباس؟ بس هي قطاطه دخلت. بص الورد كله كله كسر جلال، وسمعنا انت نزل ده منا يا لبس مهراني. قطاطه شكلي كده صح؟ ايه ده؟ ايه دي؟ مش دي؟ ايه دي؟ مش دي اللي هي ايه؟ هي دي مش دي وخلاص. ايه يا قطاطه ده اسمك؟ اسمي ايه؟ انت يا اختي اسمك عليك دي؟ كنت بتشتغل مزرع ولا صحراوي؟ صحراوي ايه، انا كنت في الناشنال سيستم عادي. ناشنال سيستم؟ ناشنال سيستم؟ هو ايه ناشنال سيستم دي؟ كنت مشغلين؟ عادي، كنا اولاد وبنات مع بعض. دخلي؟ اصلاحيه يعني؟ اصلاحيه؟ لا، مدرستنا كنا اولاد وبنات مع بعض يا قطاطه. ايوه، ولاد وبنات مع بعض. ايوه، بس هي بس اصلاحيه. ايه بقى، انت عملت التريقه عليا وما قلتيش ايه الغلط اللي انا عملته ده؟ هو كان ايه الغلط؟ ها؟ فين اللوحه؟ اهي اللوحه. ايوه هي دي. ايه بقى الغلط؟ الغلط دي انا اسمي ايه؟ مش كده اسمي؟ اسمي ايه؟ قطاطه. اسمي ايه؟ قطاطه. ايوه، طب دي مكتوبه ايه؟ قطاطه. شفت بقى، قطاطه غير قطاطه. دي؟ طب يعني اعمل ايه؟ لا دي مش دي عايزه. القاف غلط. ايوه ليه؟ القاف غلط. ماشي، دي بقى غلط. عايزه بصي، عايزه واحد واحد كده. ماشي، الف. ماشي، واحد الف. عايزه واحد عادي ده. عايزه واحد وفيها حمزه. حمزه؟ حمزه مين؟ حمزه قصدك همزه. همزه اللغه العربيه. همزه؟ همزه اللغه العربيه. همزه. ماشي. طب ممكن تيجي ليه؟ همزه الكلب. ايوه صح كده كده. أنا عايزة كاد بكده واقفة. أتاتا أنا مش عارفة. طب بليز تيك ذا بين أند رايت إت. أتاتا تيك ذا بين أند. أتاتا خدي كده. أنت بتعملي حاجة؟ أتاتا امسكي القلم واكتبيها. أنت بتكلمي جدع؟ أيوة، بقول لك تيك ذا بين أند رايت إت، يعني امسكي القلم واكتبيها. أنت بتتكلمي بالإنجليزي يعني؟ معلش. خلاص. ما أنت بتقعدي تشغلي ماسكة قدامك نوتة بتاعت مزيكا. أعمل إيه بقى؟ يلا اكتبيها بقى. أكتب؟ اكتبي لي الألف. ماشي، بدأ ألف أهو. قطاطة ماشي بقى. هو أنت مدرستك كانت ناشونال برضه ولا أي جي ولا أمريكان ولا إيه؟ إيه قطاطة مدرستك كانت إيه؟ بتكلميني؟ أيوه. لا مدرستي إذا ده كانت مدرسة، دي إحنا كنا أول مدرسة اتنشأت في التاريخ. دي كانت مدرسة رع. يعني كنتوا ولاد وبنات برضه؟ ما كانش تفرق، لأن في الفترة دي البنات كانت شكل الرجالة بالظبط، مش فارقة يعني. وكان بقى إيه؟ الوضع على مقامك كان حتة، كان فيه كده سور طويل كبير وفيه سلك، وفوق السلك فيه أبراج وفيه عساكر واقفة كده أهو، هنا وهنا وهنا، ومسكين بنادق، والمأمور قاعد في قلب القبة والعمة بتاعته كده، واللي كان يتأخر يا خبر السويد ايه؟ أول ما يخش على الباب كده وهم متأخر وهم ضاربينه بالنار يموت. أنا تبقى عشان ما يعملش كده تاني. يعمل كده تاني ازاي؟ مات؟ قتلوه؟ أيوة، بيجوا بقى تاني يوم بيجي بدري عشان ما يموتش. طب وأنت اتأخرتي قبل كده؟ مرتين. موتوكي؟ مرتين. دي مكيدة. انت تضحكي عليا واقول لك في كلام نسوان في الليفنج. ايوه طبعا، ما كلام نسوان في الليفنج. هو في كلام كده؟ ما تيجي ناكل بقى. انا جعانه قوي. عايزه ايه؟ هتيجي بطاطس مشويه محمره. ماشي ماشي. وهتيجي
باربيكيو قصدك؟ باربيكيو باربيكيو ماشي. بطاطس باربيكيو ايه تاني؟ وكاتشب كاتشب يبقى بطاطس باربيكيو. طب على شرط ايوه تحكي لي عن الليمبي بقى واجيب لك بطاطس باربيكيو. الليمبي يا حبيبي الليمبي اهو جايب البطاطس والكول سلوت. ايه يا عمو الله كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك ككبش في ده يعني ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده واد الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته؟ مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي. طب لك حيثني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم هذا هو خاتم الأشرم الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى 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 بيك ابو منى. ابو منى على دماغي. ربنا يخليك ابو منى حبيبي والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى مخدرات وميه هتبقى نازله يعني هتشغل كفار كفار يعني منها على جهن. ايه يا عمو ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى يا قوم. ايوه يا قوم. ما هو هم قاعدين متخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن بني مهروس. عمه عمو يلا بقى قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. يا عمو هو كل شويه الراجل ده طالع 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 ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع ايوه انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم أوه. سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك يا قوم. لقد طلب مني الليمبي الآن أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لم أرد عليك إيه وأنا بكلمك في النبيض؟ سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. سنتزوجك وصدق صدق صلي النبي صدق صلي ما يصدق صلي ابو رمضان صلي وامو الهديه صلي عالقدر 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 فرخه بعدت عالقدر اديك قاطرها عالقدر شيلينين 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 واعزمني شيلينين الحسه دي هي شيلينين دوروا معايا إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي ما ينشده من أغاني.
إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك. اسمها بخ. بخن ابن عمها عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عمها ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند. نعم يا عمه، لقد دعاني للخروج. رايت المياه في الكلام. والله يا عمه ساخذ هنوده ونتنازل قليلا بالخارج. ايوه الشباب بقى، وانت عارف بقى، وحركات بقى، والشيطان شاطر، وانت سيدي الكفرين معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عند. هل تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين، بس انت مش مفسر، مش فاهم منفذك بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك. أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام ما لعنك مين؟ كنت بتكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتداوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أغثني أغثني بالله علي يا أخي. بطلوا بقى ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا دي يبي إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. مش واخدة بالك بقى هند؟ أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيش. لمبي سخير عم عبده، كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وفرجك الميعادي. ها واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل انا وانتي. بس واضح ان هنا مفيش خرطة الطريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. اغفر لك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة. حرامي ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى ايه؟ يبقى خير في سلامة، وقولي لي ايه بقى؟ قولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلامة في خير، وقولي لي خير في سلامة. حسنا فهمت، كلما تقول شيئا يجب ان ارد لك بنفس الوزن والقافية. كلام شنيل، يعني خير في سلامة؟ وسلامة في خير. حلو، دلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسة
واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيد ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيد ولا ايه؟ انها طرفة. ايه الطرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزين انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض؟ او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين؟ او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين؟ او كيف ارفض ارفض ارفض؟ ايه بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز ايه؟ عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم، خلاص؟ عليك بشراء الخيمه وانا ساعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين ولا انتوا هتجيبوا المدافن؟ لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترن؟ يا طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالنا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندا يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي، لا تكلكلكي، لانني قد اعطيت عمك 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبه، ها؟ تكون في اذن صرفه بالخيمه كده يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. انا كنت بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلس وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عرض الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عرض الطفل بيجي ازاي؟ ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلس وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده. الريلاكسيشن. ثم يأكل معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني. أيوة. وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم. الزعرب طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل؟ نعم عمي هريسه امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم بشويه خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزعربين. لمبي ايه يا بنت؟ ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري انظري انصري الى الكرم. نظرك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبي يا ولدي انت الان من البيت. أيضا. ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف،
طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نساله عنك. يا عم انت لسه هتسال؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد. الدران هنا بخمسة وعشرين جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى. ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، أنت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة، سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم أنت في النهاية أنت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وأنا هتجوزك أنت؟ هي أهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. أوي سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. أوي بقول لك إيه؟ فهنا في حاجات بتحصل بعد القلع في ليلة الدخلة. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش. كده ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليلة الدخل. عارف يا بكير، العيل لازم يتشكم من هو في اللف. انت بقى كان لازم تعمل في بيتك كده. رايحة بيت جوزها وما بتعرفش تسلق البيت كير. لا لا لا، ما فيش حاجة، لا مؤاخذة يا ست عواطف، طبيت عليك بالنهار كده من غير ولا احم ولا دستور. تحب اعملك حاجة؟ لا يا اخويا تسلملي. ايه ده يعني كل اللي قلته لك ده كله والحكاوي دي ما سمعتش منها حاجه؟ في ايه يا بكير ما تفوق؟ بصراحه اصلاني بشيت، وبالذات كل ما افتكر الايام اللي عماله تجري زي البرق دي، وفي جريها هتاخد قمقططه مننا وتخلص مدتها وتمشي. ايوه الست دي دخلت علينا يا اخويا، انا خفت منها بيني وبينك. والله انما طلعت احن من الكل. دي قمقططه، دي بالته، دي كفايه اللي عملته معايا ومعاك ومع الكل. ده كان ادمها علينا زي الفل وزي العسل علينا كلنا، ادم الخير. واخدت مننا اي حسره ولا اي حاجه؟ حدش فينا نفعها ببصله. ايوه وتعرفي اللي عملته معايا ومعاك ده كوم، والجميل اللي عملته مع عباس باشا كوم تاني. تعرفي ولا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني، ولو فيها اساءه ادب مني، عباس باشا قليل عليه لو وط على ايدها بس على اللي عملته مع لميس هاني. لا ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلى على النبي، في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا اي يطع حاجه باللي انت بتقوليها دي؟ ما الاتفاق كان قدام انا بنفسي، كنت قاعد في الاتفاق. ايه اتفاق؟ اتفاق ايه؟ أم عبد الله ما تجيبيش سيرة للمخلوق ولا حتى لعبد الله ذاته. إلهي أعدمك لو جبت سيرة لجنس مخلوق. عباس باشا اتفق مع قطاطة إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أمر الدكاترة كده، شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله. وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت ليه هي عيني الصبح تتداول في السجن، وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت، والباشا مع الايام نسي وعده ليه. وهي يا عيني عليه كانت ايه، مره يتيمه غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدلني في اللومان، بهدلها وهزقها وايه، وكانت ليطه. وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش فاد لما بنروح السجن، بتبقى ايه نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خلقه،
يعني قطاطة الغلبانة دي صاحبة فضل على عباس بيب هيلمان وده كله؟ عليه وعلى عيلته، امال ايه؟ ومش اي حد من العيل، لا ده خلصت الخلاصة. طبعا ما هو برضو اغلى الوالد ولد الوالد يا بكير. شفتي صدقتيني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطى على ايد ام قطاطة ويبوسها. كلنا والنبي اسكت، كلنا نبوس ايديه. يا لميس يا حبيبتي فهمين، انا ما اقدرش اعمل حاجه لقطاطه، ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتمامها. اسمعيني بس، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. انت لازم ترد الجميل للست دي، كفايه اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي، 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا احنا ابرياء. لو هي بريئه بجد ربنا باذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا مؤاخذة يا سعادة الباشا، وحياة النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبة لإيه يعني؟ ايوه يا باشا لا مؤاخذة، يعني بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطة. انت مالك انت ومال قطاطة؟ ام قطاطة اطلع بره يا قلب. تمام يا باشا تمام. هتشل هتشل مثل عبي. مالنا اللي انا عارف؟ ايوه بقالك ساعة ماسكة البتاع بتبصي في ايه؟ بتبصي مثل عبي. بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيش بيس. شيش بيس ايه؟ ده مش شيش بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينة عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينة؟ لا انا عايز العب كوتشينة. حرام عليك يا قطاطة، هي دي الزفت اسمها كوتشينة، ده كوتشينة. لا انا مش عايز العب اللعبة دي، اللعبة دي مش حلوة. زهقت، انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بزهق، بخش اقعد بدماغي جوه واسيب الخلق طلع بره. انا على راي المثل، المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده منين يا قطاطه؟ مش زمن، مش زمن يا بنتي، مش زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمة، خدوا الخيمة راح مدينا الخابور بتاع الخيمة، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ايوه، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرجني منها، انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. انا رحت دفعت بقى، رحت واخدة بعضي وطلع على المساكن الشعبية، رحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي اللي جواكي واللي أجمل من جمال موناليزا. ما حدش قالك على الجمال الخارجي اللي شبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي انا فيه يا عباس. قطاطة، هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمة؟ يا داوي يا داوي، ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار اسود، الناس عمالة تصور بالتلفزيون وعمالة ماسكة في ايديها حاجات كده بتاعت اليوم اللي هم دول بيكلموا، ورحت واقفة ماسكة في عبس الالتهام كده، وقعدت اقول انا بقى انا بريعة، انا ابو سلومه، انا تعب فيا. والراجل اللي هو ماسك الشاكوزه، ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي، القاضي القاضي كان بيضرب كل شويه، ان قلت فيه مسمار في التخته، في التخته ولا حاجه. وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك؟ ها ده انا عارفه بقى، يلا وشها اتغير بيقولوا مش لاقينهم. كويس قوي انه ما اداكيش اعدام. النبي رندي كان يضحك براحه، كان يضحك براحه بدل ما الواحد يحب الواحد بدل ما هو عايش في كل امر يروح يلعب في دماغه. بتلاقي لا طبعا، والعبيطه بقول لك ايه؟ ها ما تيجي ناكل بطاطس. عايزه بطاطس برضه؟ ناكل بطاطس. مش فاهمه ايه حبك في البطاطس؟ بحب عرنبيط المقلي.
حاضر، وإيه تاني؟ ملوخية بالعيز. نعيز؟ في ملوخية بالأرانب؟ حاضر، هجيب لك كل اللي أنت عايزاه، بس خلينا في الحاجة الوحيدة اللي بفهمها منك يا قطط. مين يا جماعة؟ اللمبي. حبيبي أهو إنك هو جايب معاه قعد الزحة والمحافظ ماشي جنبه. شرف دخلوا للسلطانة، هو ده اللي إحنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. النبي نجحت؟ نجحت. طب انا هنقعد تحت سنك كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي. واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. اولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه. تقدم يا غالي. يعني مش هبدأ ليا ولا لمين؟ يعني انت عايزك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال اجلس بجانبي. تعال بصراحة كده يعني عارف انا بدوس جامد. انا عارف شعر جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيتك ده اسم الذنبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في البشوال من نصرية ومغزوز ومتأسدك و100 فضل بعضك ابوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاة السلطانة شجرة الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز، مولاتي الأميرة، كم أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ولا إيه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي أنا أخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا.
هلا بينا. اهلا بي وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك بخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاب مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي يا ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت متعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي، انزل بس خط كده ناحية مصر القديمة او السيدة زينب. بلاش بدل زينب العددين، اقعد كده بس في النصرية او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجالة. تحت امرك. رقيبة ناس بتتدب تحت رجليك تحية وعظمة لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت يا خزون. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينب. الأميرة زينب اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من التتار. انت فين يا زينب؟ انت فين يا زينب؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاه السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيون المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. هاي زعمور حبيبي. خيانه الحريه. خلاص يا لمبي. بس يا لمبي تعويض من زعبور. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولد الوحيد هو ده كله. وحشني وحشني يا ابويا. ابويا ما تخافش. ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسك. لا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق؟ انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟
من صغار يا مدام. ده اللمبي، اللمبي ده ولد غلبان. ليه 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 ما تهيلي يا لمبي؟ نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ اه طبعا ده حبيبي، ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا فوق ما هو ده. لحظه بقى، لحظه بقى يا نعم. حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ابن الواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخله دي فيها غبه جامده عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسه في الدخله. الدخله دي مش حلوه. البلد عايزاك، وبعدين دخلتك دي شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوة؟ حبيبي 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 هوبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي ده حصان ده حمار ايوه انا عارفه ده حصان ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه طبعا حلوه طبعا حلوه شبهك بالظبط هتبقى حلوه شبهك بالظبط ماشي يا الله وريني يا جماعه يا جماعه هتوريني كده يا حبيب بابا ده اسمه ايه حصان حصان بص حتين لفوق 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 الله يا جمال فين الحصان حصان فين حصان انت كنت تقول ايه؟ انا بدعت الحصان بدعت الحصان بتاعي ابويا 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 الحصان ابويا الحصان فين الحصان؟ يا ده ده شويه فين الحصان؟ يا ده ده ابويا ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه سيبك منه فين الحصان؟ حصان يا في بطني بتاعي في بطنك ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا بس يا نعم ايه يا لمبي في ايه يا زعبور انا الحصان بتاعي ده مين ده كان فني القصر ده ولا مين يا ابويا مالك يا زعبور كان الحصان في بطنه لا والله حضرتك الحصان اهو هو بس مش سوي بحاجه تانية خالص ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي الحصان في بطنه ابويا مش دول مش دول هو كان الحصان والله هو دول مصحف انا هجيب من حصانه تانية انا مش معود ابني على الكذب طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه كدب ايه ده متعود على الكبد اصلا مش كد كد بقول لك حضرتك لما الواي الحصان اهو اتاخرت قوي كده ليه يا عمر الدين يا روح قلبي اصلي اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور ايوه يا ماما بلع الحصان يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش تقصد ايه يعني ان ابني كداب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول هو الشعب بيقول عليه الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لأنه هو أكثر من كده بقى بصراحة يبقى أنت بقى اللي أكلت الحصان أنا اللي أكلت الحصان أكلت الحصان أنا والله يا سعادة السمير لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك أيوة حاضر أنا كنت بهزر ده كله يا زعربور أنا كنت بهزر والله الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو خد يا حبيبي حصاني حصاني انت عويد 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 الله ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك يلا يا منعم لمبي يا ساعة الباشا انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع عصلاجة حبتين شؤون الدولة وهي دي شؤون دولة ده شؤون القارة يا مولاي انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا لمبي الدخله التانية انا ما اعرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف اسمعني كويس اتفضل انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت عيب يا مدواي سرك في بير وايه كمان ومخلف منها علي نص نقل الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم وضع اي حاجه
لزق بكل على كره العرش، لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه، لان هو من الوزن الثقيل، فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثرة الاحجام، فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته مش عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد الكرم؟ ها؟ فجاه في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجه وايه؟ وفاكر نفسها زغلوله، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال عن الامير قمر الدين وماشي عمال تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير قمر الدين خشاف إيه؟ الأمير قمر الدين خشاف يا مولاي. كل سنة وأنت طيب، مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي. وشريكي في العرش. أيوه. مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوه. وشريكي في العرش. أيوه. مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش، أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة، أنت عارف أنت جايبة آخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك إن أنت جايبة من آخر الحريم. بالك أنت لو دخلت على أي بوياجي كده، بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش، عشان أنت زيرو وأنا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المحروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين؟ بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح على سندوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. Thank you.
لياقة البيت وسطها. ماضي؟ أنا متيقن اللي بابا السادري الحديد. طاطا خايفة لحسن جده يسمع إن إحنا ممكن نهيص ونرقص وكده، هو بيكره الرقص جدا. يا بنت هو في بنتي ما بتعرفش ترقص؟ يلا 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 يا قطاطا، انا بحب الرقص وكل حاجه بس جده بلا جده بلا بركات. يلا يلا سيب لنا كده، يلا رقص شغلين لي حاجه كده، خلينا نهيص كده. طيب بس على مسؤوليتك، على مسؤوليتك يا قطاطا، انا مش ده. ما في حد هيعمل فيا ايه؟ هيحبسني؟ ما انا هو ما حبوش. يلا ما تبلاش. يلا ايش اللي انت عماله تعمليه ليه وشمال ده؟ برقص. هو ده الرقص ده؟ ايوه. ايه اللي انت مشغله ده؟ مزيكا هاوس عادي يعني. هاوس؟ هي من ناحيه هاوس ولا هي هاوس؟ هاوس؟ ايه يا بنت المزيكا دي؟ ده بيلعبوا المزيكا دول ولا بيكسروا العده بتاعتهم؟ قولي لي الاول، انت هتتجوزي مصري ولا خباجه؟ لو اتجوزت اكيد هتجوز مصري. مش خباجه يعني؟ لا. يبقى لازم تتعلمي الرقص المصري. I'm not interested يا قطاطا. ايه؟ I'm not interested. انت يعني يا اختي بتعزي ايه تاني اللي انا افهمها؟ يعني اقصد مش متحمسة. مش متحمسة؟ طيب يا ستي خليني معاكي. افرض انت بقى مش متحمسة وطلع جوزك صاحب مزاج كيفه انه يقعد كده وراح جايب الطبلية وحاطط الحجرة ومسك الجوزة وجايب بقى لفة الكباب والطرب بقى عشان في حاجات. بتعملي ايه وعندك رؤوسي؟ بتعملي ايه؟ هتعملي له كده اهو الحاجات دي كده وهو هتعملي كده؟ تعرف هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيطلعك ويجيب اي كلبه من الشارع ويخليها ترقص. المهم ان هو يعدي الليله بتاعت السودا اللي بيعملها دي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ بتعلم الرقص الشرقي. يلا اعطيني حاجه اجري عشان خاطر تطمني عليها وطمنك عليها. طب يلا تعملي حاجه. طب حاضر بفكر. انت عماله تورطي من دماغك. اعطيني حاجه. خلاص عندي بتاعت الالوان. بتاعت الالوان؟ ده انا ما علمت حضرتك انت ايه؟ سامع يا جماد وزرور ذكي وتفريز علبه الالوان. علبه الالوان. ابو النبي حلوه ماشي. ها انت راسي راسي الكاريوكا ولا سامي يا جمال؟ قصي سامي يا جمال. حددي يا قطاطا، سامي يا جمال ولا كاريوكا تفرق؟ انت يا دي يا اختي بتعرفي تعملي الاثنين؟ انت عايزه ايه؟ كاريوكا انا قفشاها. طب يلا يا اختي يلا ما في كاريوكا؟ مزوق؟ مهم كده من تخيلك فوق ما في عظمه كده. ها مزوق؟ مهم دي حط لي قطه لبحت لي قطه لبحت. الصبيه يا قطاطا انت بتفصليني ليه؟ بتفصليني سخنت. سخنت انت بترمي ايه وانت قاعده؟ بقى ده وسطي. انت عماله ترمي حاجات كده من جنب. انت قلت لي ارقص كاريوكا. ما دي كاريوكا فين؟ في انهي الحته دي الكاريوكا دي؟ اتفضلي بس. انت ودي عملتها فين الكاريوكا دي؟ معرفش هي دي رقصه الوسطي يا قطاطا. بصي بصي يا حبيبتي دي رقصه الحوامل دي. واحده خامل بتصعد الواد ما ينفعش. هي لميس؟ لا. طب بقول لك ايه، انا مش متمكنه بصراحه، قومي انت وريني. هذا وانا انا هقوم انا وانا بخطري. ما بعد انا ببقى عايزه سحاله عشان اعرف. مزبوط؟ انت رحت فين؟ انا اهو. ايوه اهو. بصي بقى هو في الزرافه. هو في كده الزرافه بتاعتي ديكي. زيت هيك يوكا. خلاص؟ انت تروح بيه كده. ايه دي؟ ايه دي؟ كده ايوه عشان كنت تعملي كده عشان يبقى بنتي رقصت عن المايسه. ماشي ماشي ماشي. ايوه انت كده بتنجهي الكلب. خلاص كده بوزي بمياسه. ايوه سكت دي جدو 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 ما تحت يا اختي بقى كلام بعدي. جدو هو يا قطاطا اهو. بتعملي ايه يا لميس؟ بنرقص يا جدو. بترقصي يا لميس؟ ما اسمع في ايه ما ترقص يا عباس بيه؟ ايه؟ في ايه ما ترقص؟ انت يعني مراتك ما رقصتلكش؟ لا طبعا عمرها ما رقصت. ايه وعدك دي؟ الله ما تقوليش انك مراتك ما رقصتلكش. ياه رقصت؟ يبقى خلاص بقى، يبقى سيبنا سنه في البيت. انا هنا سيدة الكاسر. سيدة ايه؟ سيدة الكاسر. سيدة الكاسر. يا جدو خلاص بقى اطلع بره بطلنا رقص. اطلع بره في ايه؟
خلاص بقى كفايه رقص يا تطعمت. شكرا انك تعبت. براحة. مجرمة؟ ايوه. مجرمة؟ خلاص بقى احنا رقصنا ولعبنا وهزرنا. مجرمة. ممكن بقى تكملي لي حدوتة الليمبي؟ الليمبي يا حبيبي اهو اهو جاي منك اهو كده. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا افهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في كلاوي. لا عم قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المنة في المفرق الاخير. حقا اين الكنز؟ لقد قلت انك ستعترف بالنزع الاخير وانت الان تموت. اين الكنز؟ ايوه كده حاسسين ان انت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا الى بيت بني عريسه. هيا 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 هيا. لن اتركك لن اعرف مكانك. انت بقى اريد عايز ميه. هات كوبايه ميه. ساحضر القربه. القربه انت هتسقي جنن بقول الكوبايه. وما هي الكوبايه يا عم؟ انت فيك حيل ترعب. لسه هتعرف معلومات. ده انت مسافر دلوقتي هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوبايه. اريده ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده سودا. اريد ايوه اريد شربه خمر معتق. شربه الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو قول لي الكنز فين بقى خلينا اخلص ده. ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 عمو. ماذا؟ يا بنت العلامة العلامة خلاص الكل. العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا هيا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان له فاشا. إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذا فقد قال لك عن مكان الكنز. أشل إنه قال لي على مكان الكنز. إذا أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت ومدخول. خش جوه. هيا يلا. إحنا واقفين ليه بقى دلوقتي؟ ديانا. ديانا اجري يا بنت اجري بقى. الولد ايه؟ لا استنى بقى استنى. انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى. انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد. مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الراي السنجاري كلب. الراي السنجاري كلب وفضل يسحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا. بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح.
انت تسمني غضب. نبو المصحف يا معلم سنارة، انا ما شتمتش حد. هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيدة زينب. والله الولد ده شكله لقطة، هو ده اللي بندوروا عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم. بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا اخويا. والله العظيم انا بني، والله العظيم ثلاثة. بس بس يا رجالة، انا عرفت الولد مين. الحمد لله اهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب ابو عسلية اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى يودوك يا كول. يا عم انت ما تتكلمش خالص، انت بقى وزع ايدك يا ولد. اخ عبك ايدك بقى. الله يلا بينا يا كول يا رجالة. يلا يلا ما تعايز قبل انت بقى. يلا يلا يا عشق اشهد يا امك انت بقى. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي عملتش حاجه. وده اللي عمل انا بيشيلنا من المصحف. انا مش شايلنا زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ مين يقول لك هو اللي حرام اركب ابو عسليه؟ اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد ده على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب، فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابر ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى. يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. انا مش عايز اخش جوه. انا مش عايز اخش جوه. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام. أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام، احكولي ايه اللي حصل. الولد ولا 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 انت ما تغلس، امنع الكلام وإلا قسما بالله. اهو ها. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكولي. الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيدة زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع الكلام. انا مش بنبي والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف، والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت كما كنت. اسمع لو هو مشي طب ولا لا كما كنت ودخل. والله لا ولا عملت حاجة ورب العزة، والله ما عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير؟ لا نعم. ايه ده؟ ولا 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 قوم قوم. اقعد. ما نهزر. اقعد. حاضر اقعد. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى، ده في سفنك كتير، في سفنك احلى. صحت الباشا انا مش من هنا، انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله. بس انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب. استنى استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه، وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا.
ما قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوه ولا حادقه؟ ولد ايه؟ اشرب هي الطازي ما عملوش حاجه. اشتعل عليك يا دوب الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمة. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارع. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب ابو بديعه. يا دوب يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. الله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ورايا عند الباب وقلت لك الباب ده وجاي منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة ظهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منذ كده، فانت بس عرفني. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دنشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعلنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. يا غريب تمام يا فندم. مسكوا الوادي اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله. سامحك عشان انت بصي شكلك بريئه. لا يا ست قطاطه أنا لا بريئة ولا مظلوم. أنا كنت معاشرة الراجل ده وعارفة كويس إنه نصاب وحرامي. ورديت باللقمة الحرام. كل ده عشان خاطر بنت. وعشان كده الحق إن أنا أبقى هنا. عشان ربنا ما بيظلمش حد أبدا. وشعبان زي ما رماكي رماني. يا بنت أنت عمال إيه دلوقتي؟ هروح معاكي المحكمة واشهد معاكي. يا رب يا رب تزيد في الدم. مش فاهمه اصلا انت بتطبخي ليه؟ ادي المطبخ دي حاجه بسيطه. انت ياما اكلتيها وشربتيها وبطاطس وغير بطاطس. ايوه يا قطاطه بس اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش تطبخي في المكتب. اديك قلتي ما ينفعش اطبخ المطبخ ليه؟ ايوه بتطبخي لمين اصلا؟ مطبخ لمين؟ عباس. ايوه عباس. عباس اللي بيبقى صاحيات طول النهار وتعبان. طب ما يروح ياكل في البيت. يا اختي ياكل من ايد الخدامه؟ بينفع من ايد الخدامه؟ لا يا حبيبتي ده الاكل زي الفل ياكل. الراجل شعيان وتعبان لازم ياكل ويزعطط كده. ده طول النهار عمال يضرب في دي عيني ويسلط دي ويطف في وشي دي وعامل بهيم. طب بيسقع جده ما بيعملش الحاجات دي. جده طيب طيب. طب ايه رايي بقى المدى من يومين
شفت بيزعق بالزورو ده؟ دي واحدة مسجونة والنبي اوعى ايه كده؟ وده انا وقعت وحواز في ليلة سودة. ايه اللي انت بتقوليه ده يا قطاطة؟ طب انت عارفة؟ انت عارفة جدك عباس ده؟ لو كان ممثل بزورو ده والنبي ده كان هياخد جايزة أحسن بطل زور تاني. زور تاني؟ أو الزور التالت بحري. في دماغك دي فيها هوا. الهوا هميك على قد البابرمية. طب يلا بقى خش في الموضوع على طول. تاخد عربي؟ يلا خش في الموضوع بقى زهقت. موضوع إيه؟ هيكون إيه يعني غير الليمبي؟ الليمبي حبيبي. حبيبي. فين؟ عايب أفقد بالحدة وقافز في زور جدك. احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك ونأكلك لقمة عند زفارة. زفارة ده ايه، طبيخ حندندا ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكتة؟ ايه العيال اللي متنصمرة ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت قالك انت ابوك زفارة فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينة. وسفينة رست على المينا فيها صبية حزينة. ومن يا شبة ومن يا شبة من عيون الحزينة. قطع يا عم سفينة رست تعلمينا. ومن يا شبة ومن يا شبة. يلا يا لمبي. نايم. يلا انزل تعالى. هذا البنطلون قاعد على بنطلوننا انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه؟ من اللي عم انا بليت في الشرب حاسب شويه، ده انا حوت وحسب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حاسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعال يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعال يا ابو. خش. انا يا اختي واقفين بتنزل مخدماتي. شوفي الوليه الناقصه بتسكي الشيش في وشي. انا هيفكوا لك لحام صدرك. جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلافندي. انا اسمي ادرا، النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري. ملك يا لافندي، ملك ومال البنيه، مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ أنا انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخه بقى عريتونه. رجاله او فاش، نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امي. عشتوا؟ الا هو فين بيت نظله المخدماتيه دي؟ جنبنا. تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لا هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني دهية ودي اختي فطيصة، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازم في نزله المخدماتيه اول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكو استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الدبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. يلا يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله انت ايه بقيت فول تنك. عليا الطلاق لا تشرب القرعه يا ابو بديعه. دي سادس قرعه تشبه، ده انا خلاص شنبه هيقع.
يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللي همدي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده بالخطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب اقعد. اقعد يا ده ناخدك في سرنجه، اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه ثانيه يالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى، المهم بقى ابو بديع ومعايا انت في القول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا خد بالك. لكن ده احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال الف في السنين. كمل بقى ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبدو انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ هلا فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عريت القريه صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي خساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ ابو بديع، ابو بديع عرضه عبدو. يا لمبي الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يسلمك. منين ما انت عرفت ان انا مرضاك انه خلقتني مرض؟ انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا، ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي. خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده. خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. صدق بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نروح من مكان الكازر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. يا حاج. ايوه اقف هنا كده.
ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبده الحمولي، حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا، احنا وصلنا يا لمبي، وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان، على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. او 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 بيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على من قوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتولك. لا لا لا، انتوا كده اوفر قوي بصراحه، ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجية بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح، مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك، نقول انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحفاظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعه في الشغل. طب يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمه تانية هنطير رقبتك. ليه طب وفلين البوز؟ الله يشيل فلين. انا معاك يا عم والله، والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما خلينا قاعد. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه، لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت. الله، ولا لما تدفنوكي مطرحها. يا
نهار اسود بيدفنوا بني ادمين. انت مين يا سلفندي؟ انا اللمبي، انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصحف الشريفه وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذه يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه، ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذوره. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المسار. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذه سلمبي. لا ولا حاجه. اهلا اهلا مشرف. الله يخليك. من بيتك يا اخويا. الله يخليكي. الميه دي لسلمبي. الميه. دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياده. جدي ابو رياده الكبير. يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه؟ ده كان يعني بصي ما في اهلا نروح مريل على طول كده. ده هو في حد كلام زي ايه؟ عم سمير كان بيقول عمليه بطاطا. الو سمية دي معايا؟ ايوه يا بنتي انا عمك صالح اللي قابلتك في المحكمه. ايوه ازيك يا عم صالح؟ انا معايا دليل يمكن يساعد على براءه الست قطاطه من التهمه اللي لابساها دي. صحيح يا عم صالح، يا ريت الله يخليك. عارف الكافيتيريا اللي في وسط البلد اللي ورا المساكن؟ هقابلك هناك يا عم صالح. هنسيب المرة اللي اسمها قطاطة دي تتبغدد في وسطينا؟ على قولك يا معلمة، دي نفشة ريشة على الآخر. وقال إيه؟ بياخدوها بالليل ينيموها في زنزانة لوحدها، وتاني يوم الصبح يطلقوها علينا عشان تنكد علينا عيشتنا. يا مالفتي أطبق في زمارة رقبتها كده أهو، أم واخداها كده وأعزف عليها، وفي سناني اللولي دول أقرقش عظمها اللي عاملة نفسها أنوسة ودمان حاجة تقرف. بقول لكم ايه؟ سيبيني انا عليها يا معلمة سلامات، اديني انت بس الاذن وانا اكسر لك مناخيرها. حرام عليكم يا نسوان، دي ست كبيرة وممكن تروح فيها. ايه؟ حنيتي ولا ايه؟ امال فين قلبك الميت؟ ولا كانت اشاعات؟ لا يا اختي ما كانتش اشاعات، انت عارفة قلبي كويس، اياكش تموتوها وانا معاكم. ماشي، نفضوا انتوا يا نسوان وسيبوني انا بقى عليها. اما طينت عيشتها ما بقاش انا قاضيها. تعالوا. وبعدين يا اختي هنفضل ساكتين كده وعاملين ودن من تين وودن من عجين وهنطرمخ على الست قطاطا دي غلبانه؟ نطرمخ ازاي؟ دي قطاطا حبيبه القلب. ما ينفعش يا كوثر. لا لا لا، انا لا يمكن اسيب النسوان الغجر دول ابدا يلعبوا بيها. على الأقل نعرفها ونقول لها عشان تاخد بالها. صح، ايه رأيك؟ يلا بينا. يلا بقى يا دكتور اسماعيل. يا دكتور اسماعيل. قطاطا. اسماعيل مين يا خلبوسة؟ اسماعيل؟ أنا جبت سيدي اسماعيل؟ أنت قلتي. ماهو ده هو اللي أول ما شافني كان بيسبرني. معرفش بقى ده كان بيسبرني ولا بيسبني. قطاطا
هو انت ممكن تبقي لسه بتحبي في السن ده؟ ليه يا اختي وانا امال انا شبابي زيك؟ انت فاكره نفسك صغيره يا قططه؟ طبعا يا حبيبتي شباب شباب القلب، وشوف انا قلبي قد ايه. طب بقول لك ايه؟ بما انك عندك اكسبيرينس في الحب. عندي ايه؟ اكسبيرينس. اكسبيرينس؟ ايه اكسبيرينس دي؟ يعني خبره يا قططه، خبره. خبره؟ أنا بيئة. أنا بيئة. أنا بيكون بيئة. ماشي أنا بيئة. طب بقولك إيه؟ بما إن عندك خبرة يعني مع بتاع الكبدة. أيوة. والجنوط. أيوة. وفقش وأبو الهول. ده اتهرسوا تحتين مني، اتهرسوا كده. ده أنا سفلتهم كلهم. هو تسحب لي في إيدي حاجة كنت ببرك عليهم. كان زمان لو نفعني حد فيهم دلوقتي بدل ما أنا قاعدة بقعد في الحيطة. طب بقولك إيه؟ هو اللي بيحب بيحس بإيه يا قطاطة؟ محمودة. بيحس بمحمودة نرى القلب بيقعد يدق 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 كده وبيرمي ويدفع بقى الحاجات دي فتعمل حمودة كده تحس ان انت مبسوطة وفرحانة ومفيش خضبك مش فاهمة ليه كده الحب. بس انا عمري ما حسيت بحمودة. ان شاء الله ربنا يرزقك من الحلال اللي يجيب لك حمودة. هو ساعات يعني لما بتحكي لي عن الليمبي والحواديت وكده بحس ان انا ابتديت احبه. البيبي لمبي نحلي يا لمبي تعالى يا ولا تعالى فهمي تيتر بحالة يا لمبي يا دليل والنهار اللي واحد عمل بص بقى يا جدعان انا جاي في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبنت عفان ماشي انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني هو يعمل حاجه هو يا ايه ده يا معلم خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى للوز اصحى اصحى لما انا هعمل الحاج ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا اقتل النفس ايها الامير الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السنجه. سلم بي. ليه؟ ما هي السنجه؟ السنجه هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه بحدوه. عجل اعرفه. اكمل. بعد اذا هكا دخل عليا فرحت ظرف وانا بقى من تحت الباطو كده وطلعتك ورحت جايبها له الدم ده بقى ايه نفوره ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان هذا الشخص. لا ده هو لسه بيتفرفل لحد الوقت الدم رفير. واو ما ده كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا بيه. سلم بي. يس ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلم بقائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك بالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطة كده ده بعيده قوي. أجل للسلخ ده. أقلبه معك. ده بيبقى موز. أقلب كل هذا معك. ده الشطة منه دي بص كده اهو مغرقة دم كده. اوعى رائع. أيوه رائع سيرلم بي. يا أنت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ليه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد لجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة مصر؟ أيوة. مدينة مصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة يا عبد الله. الله يرحمك. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا. تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. هذا كلام يخرج من قلبك. نعم انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ سيدنا قواوي حببت انت. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا ليمبي مدرب الكونغ فو الجديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء. بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب
خرعة. الحرب ايه؟ خرعة. الحرب ايه مش سامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل على القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل على القائد؟ لا أفلك في حتة بقى، أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أه أخوان. أنتوا أخوان؟ ها؟ إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكوا، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة، مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه، ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي، خلاص؟ يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده، ها؟ تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انت، انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهب في وشه كده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك، وانتوا اضربوا ببعض، بس يلا شغال يعمل حاجة. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي، عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي، بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده اسحن النون اسحن النون ايه طلع لسانك كده ايه عايز ارحم يا ابوك انا الفارس. نعم هذا هو هريسة، ماذا تريد أن تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي، اسأله في أي أوضة، اسأله في أي أوضة لحد ما خلص أمرك أيها الفارس. حبيبي عم هريسة، هجيلك أنا. يلا يا نشتم يلا. دلل على أبوكو. يا أبوكو. هديك بقى حمدان. هديك بقى حمدان. أخليك تروح كربان. خليك تروح كربان. وهوب فوق. وهوب فوق. لو ليك الشوق. لو ليك الشوق. وهوب أيها الفارس. نعم. لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور، اقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا همكك اقف. يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا ايه يا مولاي، حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى، لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. مولاتي. أك
كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير، اذهب إلى غرفتي واحضر لي. هذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسنا، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار عليه؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغير. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سامحني، بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. هي قطة اتأخرت كده ليه؟ أخرت؟
بقى لها نص ساعة هنا في الفيلا معقولة ما شفتهاش؟ أنا مش فاهم بتيجي بتتايق تروح فين؟ خليكي روحي أوضتك أنا هشوفها على طول. طيب ما تقلقش يا جدو دي جميلة. مين دي اللي جميلة؟ النبي ما حد جميلة إلا أنت يا جميل. أيوة يا بنتي كملي قطعت عندي غير بيتك. بس يا ستي وهو شغال على التوك توك. توك توك؟ اه فتحوا أراجوز؟ أراجوز؟ أمال إيه؟ سواق على التوك توك. سواق على التوك توك؟ اه أيوة بيشغل عليه تاكسي يعني صغير اللي بيجري في الحواري ده عارفة. أيوة وبعدين؟ قطاطة بقول لك إيه يا حبيبتي أنا اللي فيا مكفيني. خلاص بقى مش ناقصاك يا قطاطه ركزي معاه. يا ايه اللي جاب انا سر حاجه سر عليك هتقلبي عليا. ايه اللي جاب التوك توك للاراجوزا؟ انت بتضيع غدار عامل والنبي. الله كملي خلاص كملي كملي لك ضربه الدم كملي. المهم ايوه انت عارفه الكار ده في اللي بيبيع مخدرات وفي اللي بيثبت الناس وياخد اللي في جيوبهم. انت يا بنتي مش قلتي لي ان الواد ابنك عبد الله ده صنايعي لموتال قد الدنيا؟ ده مثلا شغلانه تاكله الفهد. الشغلانه بقى يا حبيبتي اللي تاكله الفهد دي بيشتغلها يوم ويريح جنبها اسبوع. دي بيعيا كتير؟ يعيا ايه يا قطاطه؟ مفيش شغل. ايوه 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 كملي كملي. قلنا ندور له على سفريه. مفيش لا لقينا سفر بره ولا شغلانه جوه. وانت عارفه السن ده له طلبات كتير. ما كنت هتقولي لي على السن ده خصوصا لما بيوصل سن الرشدي. الوايد من دول بيرمز في الشارع بيبص لأي فرخة. قطيعة تقطعهم. كملي يا ضنايا كملي ضربة الدم. عبد الله يتيم. مجنون. وأنا لا ليا أخت ولا أخ أستشيرهم ولا أخد بنصيحتهم. اسمعي يا بت. ما تكلمي عباس بيه. لا يا قطاطة. رايح عاوز أكلمه إيه اسكتي. يا بت كلميه وفي إيه ما هو داير جاي رايح جاي في البلد كده بزوره ده. كلميه شوف لك اي شغلانه من الواد ان شاء الله حتى يحبسه. الا عباس بيه ده انا عندي اموت ولا اطلبش منه حاجه. يا بنتي انت هتطلبي منه ترقصيله وستريبتيزي؟ انت هتطلبي منه يشوف لك شغلانه للواد؟ انا من يوم ما حطيت رجلي هنا في الفيلا وانا باخد حقي تالت ومتلت. ايوه دول مغرقيني في خيرهم. طب يا اختي بقى هاتي تقل زي امي في الخير بتاعهم قبل ما تغرقي. دي حره بقى. والنبي انا حاسه كده من اول مره شفتك فيها قلت البنت دي عبيطه وهي صغيره. انت ايه يا بنت انت شفتي بقى وتروحي جايبه الصينيه وجايبه ايوه ومع وضع الرمري وتروحي زرعه السمنه البلدي في حد الكشكشي وتتعبي الطبخه كده. ده ايه بالظبط بقى؟ قطعت سفره؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ لا والنبي ده انا كنت بعلمها ازاي تعمل الحبابشي. حبابشي؟ ايوه كنت معلمها ازاي تعمل الحبابشي في الفينو. فينو؟ يبقى حبابشي فينو صغير كده، التاني ده كان بيبقى منبر اللي بعدها بيبقى كده اهو حبابشي فينو. مش فاهم انا، يعني انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ النبي حقك، احنا فعلا قاعدين في املاكه. مش تقول لي يا بنت ان احنا قاعدين في عرض اللواء؟ سلام عم طافي؟ ولا الكلام. يا بكي. خد يا اخوي. ايوه ست عواص. حاجه على مقاسهم كده. ايه ده لا ما تكسفليش ده. ايه ده الحمد لله الخير كتير والله. حباس باشا مش مخلينا عايز حاجه. ده حتى في السجن بيلاقيني مهبط بيجيب لي شاي بحليب وبسكوت. دي مش ليك يا راجل، دي للبيت. انت يا دوب بس هتشتغل موصلات يتوصلها للبيت. طيب يا ست كتر خيرك الله يخليك يا ست عواص ربنا يستر. يلا سامعه عليك. بقول لك ايوه بكير معلش يا اخويا انا كنت قصدك في خدمه. الله بتتكلم انت في ايه؟ هو انا غريب عنك ده زي اخوك؟ قولي. يا اخويا ربنا يدين بينا المعروف ولا يدخل بينا شيطان. امين. انا كنت عايزاك يعني تشوف لي مخبر ولا امين شرطه في الاسم اللي انا تابعه ليه في منطقتي هناك. يعني ما تخافش لا تفكر يعني انا عامله حاجه غلط وعايزه اللي يحميني. انا يا اخويا استحاله ضرك ولا ضر حد من طرفك. عيب عليك يا ست عاطف اللي بتقولي ده. هو انا محتاج اسمع منك الكلام ده؟ هو انت عشره امبارح ده انت عشره عمر بحالها ام عبد الله؟ انا بقول يعني لو تعرف حد يبقى في ظهري. اصل الدنيا تشقلب حالها بكير يعني لا حد بيراعي لا ست ولا سن ولا اي حاجه في الدنيا دلوقتي. البلطجيه ماله البلد. بس كده ده من عينيا الاثنين يا ست الكل. سبحان الله شوفي افتكرت واحد شغال في الداخلية انا هشوفه هو فين وان شاء الله باذن الله هو يخدمنا ويعمل المطلوب والله المستعان. يا رب يسمع من بقك ربنا يبكي. امين.
امين يسمع من بقك ربنا مع الف سلامه. سلام رعايتك. يلا انا همشي بقى مع السلامه. دي للعيال. ماشي متشكرين. ربنا يسترك يا رب مع الف سلامه. مع السلامه. وربنا بتحبنا اكتر من اختك. وقال لها والمطر ينهمر بين الاغصان. ايوه يا حبيبي. ان الفراق محتما علينا معا. الكردي هيمشي مش كده؟ ولكنني رغم جرح الثقيل الذي احمله على صدري. صدر ولد ولا بنت؟ ولد ولد. امال ايه صدر ده؟ يقصد مكنون الالم، فهمتي؟ ضربوه بالقلم؟ مين ضربوه؟ انا قلت ضربوه بالقلم دلوقتي. بزوق ده لما البيت جت وراح جاي من الملك وراح جاي ضربته بالقلم. يا طه حرام عليك. القصه اهي، القصه اهي. القصه فاشله اصلا. هو في حد يحب واحده ويطلع من الاخر عنده قلم في صدره؟ صدره صدره مين؟ انا قلت صدره. مش انت بتقولي انه كان مجنون؟ مين ده اللي مجنون يا قطاطة؟ حرام عليكي، انا سكتلك من اول ما بدات اقرا لك الزفته دي وانت عماله بلي 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 بلي. ايه بقى اسكتي؟ ممكن بقى تحكي لي شويه؟ ايه بقى ده ان شاء الله؟ مش انت بتقولي ان انا بتكلم كده؟ خلاص انا هكلمك كده. طب ام سوري، ممكن بقى تحكي بجد؟ هحكي على ايه؟ الليمبي هيكون ايه يعني؟ حبيبي الليمبي ها؟ من الوقت الشنشاء قضايا ذا النودة. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه، نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل، أنا متضجر متضجر. وعلى المتضجر اللي قولي التضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي يا ويكا، بكره يقوم ويبقى زي الفل. اولا انا ما بحبش علي يا ويكا دي، انت تعرف يعني ايه ويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش علي يا ويكا دي تاني. انا عارف انا يعني ايه ويكا. اتفضل. يعني ايه ويكا؟ يعني واد مش مظبوط، غويش يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصه البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري، كان ساعتها انت هتيجي تزورني انا مش هو. أنا متضجر متضجر. إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ أنا مش قادر أصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زيارة تكفينا كلنا، إيش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي أنا بحبها، بحب إنجي يا والدي. حبي ليها حب عذري أقوى من البط والوز وكل الأمور الدنيوية دي. إذا ما كانتش القسمة معاها حب بطها حب وزها، لكن ما تخسرش كل حاجة يا ابني. ده كفاية البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا أبو علي. أصيلة يا أبو علي. هروح أذبح بطتين. احجزي لي الزلموكة. زلموكة إيه يا والدي؟ أنا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها، ما تعوضنيش عن إيدي. كبر لكم كبر لكم كلكم. يا ابني أخوها مش هيسيبك في حالك، لأن هو ابن الأكابر وانت ابن الجنيني. ابن الجنيني ابن الجنيني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني. عايرك؟ عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد واحد، يا رئيس عبد واحد. ايوه مين؟ سمو الاميره. سمو الاميره؟ نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان بفتح. فستان سمو الاميره. اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ اهلا بيكي، نورتي الدار. يا الف اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ انت نورتينا. اتفضلي يا سمو الاميره، اتفضلي. نهارك سعيد. يا اهلا اهلا، انا مش قادر اصدق عينيا. اتفضلي سعادتك. يا الف اهلا وسهلا، يا الفين مرحبا، يا 3000 خطوه. يا سيدي خلاص يا سيدي، انت بتنزل الباص قوطه خلاص. الليمبي فندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد اصابتك بالطلق الناغي في صدرك.
لا انا ما الرصاصه ما جاتش بصدري، ما جاتش بالصدر، ده هو ضربني بالبندقيه بعدها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت، لا كفايه، مش من الضغوطه انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديكي وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح. صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان عفن، ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. على عايز اقول لك على حاجه. لا لي. الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيل ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك. الحكيم قال كده. الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده يعني؟ ده ابويا يا لمبي فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني. الحمد لله على السلامة. ربنا يهديك. بقول لك ايه؟ أنا جعان. يا حرام! أنتوا ما بتأكلهوش يا غايز عبد الواحد؟ مالكمش حق. مين قال كده؟ عارفة جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، أكلهم كلهم. طب اسألي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لب أفندي. أيوه. أنا جايبة لك حاجة هتحوز على إعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندابيط؟ لا. ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغنيه خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا لمبه فندي. طعميه. لا والنبي. جايبه لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها. قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروض مع الطعمية. دوق الطعامة. حلوة. حقيقي عجبتك؟ بقى هجيب لك كمان. هي ايه، خفيفة شوية ولا ايه؟ انتوا تعرفوها أكتر مني. شيء جميل إني قدرت أجلب السعادة لقلبك. هو أنت جلبت السعادة لقلبي وبس؟ ده كفاية دي. جلبت الحموضة على جهاز الهضم كله. ايه ده؟ حط في ايدي اهو. اهو شاهد الطعميه. تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجه مني؟ بقول لك ايه، اسمه مش سميره. انا في حد قاعد جنبي هنا عايز اعرف مين ده، لانه تقريبا سمع كل اللي احنا بنقوله. هي قاعدة في حاجه عندها؟ ها؟ الازمه؟ جبت الازمه.